راديو نيل. طيب خلينا بقى ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة يا أحمد، ونتكلم عن جهود الدولة المصرية في برنامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، بالأخص للفئات الأولى بالرعاية والمستحقين بتكافل الكرامة. هو الحقيقة طبعا حزمة الرعاية الاجتماعية الجديدة اللي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في المؤتمر اللي كان موجود في بني سويف خلال الكام يوم اللي فاتوا، وطبعا دي حجمها 60 مليار جنيه وبيتم صرفها في شهر اكتوبر الجاري. زيادة علاوة الغلاء المعيشة الاستثنائية بقت 600 جنيه وزادت بقيمة 300 جنيه، يعني هي كانت 300 جنيه زادت 300 جنيه كمان، يبقى بقت 600 جنيه. وطبعا دي مهمة جدا لأن هي بيتم صرفها ل شرايح يعني أكتر من 5.5 مليون موظف بيعملوا في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة لأصحاب المعاشات 11 مليون مستحق للمعاشات. بنتكلم كمان الحجم يعني المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، احنا بنتكلم على 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، وطبعا 32 مليار جنيه هي المخصصات الخاصة بزيادة يعني المنحة الاستثنائية الخاصة بأصحاب المعاشات، في 300 جنيه زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين. طبعا كمان في زيادة لحد الإعفاء الضريبي ليرتفع من يعني احنا كنا بنتكلم على 36000 جنيه بيرتفع ل 45000 جنيه سنويا، يعني اللي بياخد مرتب 45000 جنيه اجمالي المرتب في السنه ده معفي من الضرائب. بنتكلم برضو على ال 4.5 مليون موظف بيعملوا في الجهاز الاداري للدوله، تم رفع علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه بقيمه يعني احنا اجمالي القيمه المستحقه لرفع العلاوة 16.4 مليار جنيه، وكل ده هيتم تنفيذه بداية من الشهر الحالي. كمان زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه ل 4000 جنيه، وبالتالي ده حاجة مهمة جدا، لأن دي يعني مثلا كل شوية أو كل فترة بيتم زيادة الحد الأدنى للأجور، احنا بدينا ب 1200 جنيه كان الحد الأدنى للأجور، دلوقتي 4000 جنيه، وبالتالي يعني تضاعف كذا مرة خلال السنوات الماضية. الحقيقة في حاجة كمان مهمة يا ميرا، هي ان دايما المخصصات دي بتيجي من حاجة اسمها احتياطي الموازنة العامة للدولة. يعني في ناس بتسمعنا تقول هي الفلوس دي بتيجي منين؟ ال 60 مليار جنيه اجمالي الصرف على الحزم دي وعلى حدود الاعفاء الضريبي وعلى كمان المرتبات وعلى المعاشات وغيرها من الشرائح المجتمعيه برضو المستحقه للفلوس دي، دي بتيجي من الوفرات الخاصه او المخصصات الاحتياطي الخاص بالموازنه العامه للدوله، وده يعني تحقق من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي انتهجته مصر على مدار السنوات الماضية ومستمرة فيه حتى النهاية. وبالتالي الاحتياطي ده 60 مليار جنيه موجودين، بيبقى تقريبا احنا بنتكلم على 5% من إجمالي مصروفات الموازنة، بتبقى احتياطي موازنة بيتم التدخل بيه في أوقات الطوارئ أو في المخصصات اللي هي الطارئة أو الحاجات الاستثنائية، ومنها طبعا حزمة الرعاية الاجتماعية الجديدة اللي بشكل استثنائي. خلينا أقول برضو حاجة مهمة جدا، إن طول الوقت الدولة المصرية يعني شفنا ده في أزمة كورونا، شفنا كان في مخصصات في أزمة كورونا 100 مليار جنيه تم إقرارها لمساعدة كل القطاعات المتأثرة في الأزمة دي، وبالتالي الدولة المصرية دايما عندها وفرات وعندها قرارات وإجراءات بتتخذها في التوقيتات المناسبة، سواء للتداعيات الخاصة بالأزمة المالية العالمية، احنا كل الإجراءات اللي بتتم دي أو الحزمة الاستثنائية وحزمة الرعاية الاجتماعية بسبب إن الاقتصاد العالمي الأزمة عنيفة جدا ومؤثرة على كل دول العالم، وبالتالي الدولة المصرية كان عندها القرار المناسب والمهم والتوقيت المهم لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري خلال هذه المرحلة، وبالتالي كانت 60 مليار جنيه. احنا بنشوف برضو في أزمات فيروس كورونا كانت 100 مليار جنيه، وبعدها أي إجراءات يعني في صالح المواطن المصري وبتخفف الأعباء وبتحسن مستوى معيشته بتتعمل. هي برضو خلينا يعني أشير لموضوع مهم جدا، هو دايما حياة كريمة هو الكراون جول أو جوهرة التاج أو درة التاج بالنسبة للمشروعات القومية المصرية. ليه؟ لأنه بيستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن، هو ده اسمه مشروع تطوير كرة الريف المصري، وبالتالي أكتر من 4600 قرية
بيستهدفهم المشروع ده بميزانية تتخطى 1 تريليون جنيه، يعني 1000 مليار جنيه، وإحنا بنتكلم على المرحلة الأولى حجم اللي أنفق فيها يعني لحد نهايتها مع نهاية السنة دي 2023 هيبقى 350 مليار جنيه. وبالتالي دايما وإحنا بنشير إلى حزم الرعاية الاجتماعية، الدولة المصرية عندها مسار مهم جدا وهو تحسين حياة المواطن المصري والخدمات المقدمة ليه عن طريق برنامج حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة، ومبادرة رئاسية رفيعة المستوى وشديدة الأهمية لأنها من أهم المبادرات والمشروعات القومية اللي حصلت في تاريخ مصر الحديث، سواء حجم اللي بينفق فيها أو حجم المستفيدين من هذه المبادرة. احنا بنتكلم زي ما قلنا كل كرة الريف المصري تقريبا على 3 مراحل، وإجمال المخصصات بعد 3 سنين انتهاء المبادرة حياة كريمة هيحصل نقلة في الخدمة الصحية، نقلة في الخدمة الطبية، نقلة في مشروعات الصرف الصحي والمية، وكمان الغاز الطبيعي، دخول أكتر من يعني 4 مليون وحدة سكنية بيدخلها الغاز الطبيعي. احنا بنتكلم في نهاية مبادرة حياة كريمة هيكون في كمان 100% من كرة الريف المصري أو البيوت اللي موجودة في مصر 100% لأول مرة هيفيها صرف صحي. ودي نقلة مهمة جدا، لأن احنا مع بداية تنفيذ هذه المبادرة احنا كنا بنتكلم على 50% من كرة مصر فيها صرف صحي، ولكن مع نهاية مبادرة حياة كريمة هيكون 100% من البيوت المصرية والأسر المصرية عندها صرف صحي. بالتالي دي نقلة مهمة جدا في الخدمات المقدمة للمواطن المصري. طيب سريعا وفي عجالة قبل ما نطلع لفاصل، عايز أسألك سؤال يا أحمد، إزاي بالرغم من كل التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الدولة المصرية في الحقيقة عندها يعني العزم والإصرار أنها تكمل كل المشاريع اللي بتدعم المواطن المصري على جميع المستويات؟ الحقيقة طبعا يعني دايما رؤية القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي دايما ان المواطن المصري هو الأولوية القصوى في خطة عمل الحكومة. بمعنى ايه؟ يعني بناء المواطن المصري ان يكون عنده، دلوقتي احنا بنتكلم على 96 جامعة موجودة في مصر، بنتكلم على اكتر من 60,000 مدرسة واضافة فصول دراسية طول الوقت، بنتكلم على مخصصات الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل اللي في المرحلة الاولى في 6 محافظات. يعني احنا بنتكلم على مستوى هيلث كير سيستم او قطاع الرعاية الصحية، مستوى تعليم كمان جيد، وكمان الوفرات الخاصة بالاحتياط الموازنة العامة للدولة والتدخل في توقيتات مناسبة عن طريق حزم رعاية اجتماعية. احنا بنتكلم على السنة من نوفمبر السنة اللي فاتت نوفمبر 2022 حتى الآن واحنا في اكتوبر 2023، يعني بنتكلم سنة في زيادة في حزم او مخصصات الرعاية الاجتماعية. احنا بنتكلم على 317 مليار جنيه على 3 مرات، 60 مليار جنيه في الحزمة اللي هي تم إقرارها الشهر ده، وشهر 4 اللي فات 190 مليار جنيه، وشهر نوفمبر من السنة اللي فاتت بنتكلم على 67 مليار جنيه، يعني 317 مليار جنيه على حزم الرعاية الاجتماعية ودعم المواطن المصري خلال سنة بس.